رأت في الأطفال المستقبل والحلم، وتأكدت أن تنميتهم تساهم في خلق مستقبل أفضل للبلاد التي ينشأون بها، وآمنت أن الإبداع والخيال هما الطريق الصحيح لإنتاج أجيال ذات عقول مبتكرة وقلوب محبة. الكاتبة والباحثة العمانية الدكتورة فاطمة أنور اللواتي درست الفلسفة وعلم النفس بجامعة بيروت، وتخصصت في مجال تربية الأطفال، فنالت الماجستير عن التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة من جامعة ولاية يوتا بأمريكا عام 1999، كما حصلت على الدكتوراه في تربية الموهوبين والمتفوقين من الولايات المتحدة في عام 2003. كما كان لها اهتماماتها في مجال حقوق المرأة، فنشرت بحثا حول حقوق المرأة في الإسلام من وجهة نظر طلبة الجامعات الأمريكية. رغم تخصصها في أدب الأطفال، إلا أنها بدأت في مجال الأدب من خلال نشر مجموعة من القصص القصيرة للكبار بعدد من الجرائد والمجلات العمانية في الفترة من عام 1985 إلى عام 1995. تبعتها بسلسلة مقالات حول الأمور التربوية، وانخرطت بعدها في قصص الأطفال، فقدمت مسرحيتين للأطفال بعنوان يوم المحبة والتعاون ومن اصطاد الفأرين. رغم علمها بالدراسات التي تؤكد أن الطفل في المراحل الدراسية تتضاءل نسبة إبداعه، إلا أنها ترى أن القراءة باب مفتوح نحو الخيال والإبداع والتعرف على عوالم أخرى. فالقراءة تجعل الأطفال يكتسبون المعارف وينطلقون بخيالهم، فقدمت عددا من قصص الأطفال، منها سلسلة بلدي عمان، حروف ملونة، زهراء تخاف الليل، مريم في الطوى، أسنان ماجد، متى ستسافر النجوم، لماذا طار العصفور بعيدا، بخلاف كتب التربية والروايات. شاركت فاطمة اللواتي وقدمت عددا من ورش لكتابة قصص الأطفال، وناقشت فيها كيف يمكن تحول الفكرة إلى قصة تناسب عمر الطفل، إلى جانب الدورات التدريبية المتعلقة بأسس وأساليب التربية. عملت فاطمة محاضرة بجامعة السلطان قابوس، وخبير تربوي بوزارة التعليم العمانية، وأستاذ زائر بجامعة بالستات بالولايات المتحدة الأمريكية. عام 2012 أنتجت فاطمة روايتها الأدبية الأولى الصيحة، التي تدور أحداثها حول أسرة عربية تقطن ولاية يوتا بأمريكا. كما ساهمت فاطمة بمشروع سلام، الذي يهدف إلى تزويد الأطفال المتأثرين بالحروب والصراعات الدائرة في بلادهم بكتب مجانية تغرس فيهم الأمل من جديد. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.